اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدا فيلمنا مع جيك اللي بيكون اب وخارج مع مراته وابنه تشارلي في الغابه وبيفضلوا يلعبوا لحد ما جيك بياخد باله ان في طياره قريبه منهم بتتدمر وبتاع، فبيخاف لا يكون في حد اتصاب فيها، فبيروح ليها لوحده بالسياره بتاعته بسرعه. ولما بيقرب من مكان تدمر المركبه بيلاقي شخص مريب بيمشي في الشارع فبيقف ليه، وبيكون الشخص ده لابس زي عسكري. ولما بيتكلم مع جيك بيعرف ان اسمه شون وانه عسكري في القوات الجوية وانه كان سائق الطيارة اللي وقعت بيه، وبيعرفوا ان سبب تدمر المركبة ان في جسم غريب هو خبط فيه، فبيروحوا سوا للجسم اللي خبط طيارة شون اللي وقتها بيقول ان هو اول مرة يشوف التكنولوجيا ديت على قرب كده. وفجأة بيلاقي كورة بتروح لجيك وبتتعرف عليه وبيلاحظ انها بقت مطارنة بيه وبتحميه بدرع في الوقت اللي المركبة فيه بتتدمر. وقتها بيغمى على شون وهو شايف جيك المتحكم في التكنولوجيا المتطورة جدا ديت. وبعد 10 سنين بنعرف ان بقى في بطل خارق في المدينة اسمه الحارس وانه مشهور جدا بسبب انقاذه للناس، وبنشوف ساعتها تشارلي ابن جيك اللي في المدرسة، وبنعرف ان ابوه بقى بعيد عنه اغلب الوقت بسبب شغله المستمر، وبيكون وقتها مطلوب من تشارلي موضوع مدرسي يتكلم عليه، فبيتكلم على البطل الخارق واللي اسمه الحارس لانه بيحبه جدا. واثناء كلامه بتيجي طلبة جديدة للفصل اسمها مايا، ولما الحصة بتخلص بيروح تشارلي للمباراة المدرسية بتاعته في البيسبول واللي كالعاده مش بيحضرها والده لانه مش فاضي وبيشتغل. وبنعرف ان في طالب دايما بيتنمر على تشارلي وبيضايق فيه، وفعلا بنشوف ان اثناء لعبهم بيخبط ليه الكوره في صدره قوه. وبعد نهايه اليوم الدراسي بيكون تشارلي مروح، ولما بيوصل بيشوف في الاخبار شخص مستضاف من قبل الاخبار اسمه انسل، وبيكون رئيس تنفيذي لشركه لتصنيع المعدات الدفاعيه، وبتقول المذيعه ان هم سمعوا ان هو بقى متضرر جدا بسبب قله الجريمه الفتره ديت، وبالتالي فهم مش بيبيعوا واسلحة للجيش بسبب ان الحارس بيقدر ان هو يقضي على الشر. فبينكر انسل كل ده وبيعرفهم ان الحارس لو بقى شرير في يوم من الايام محدش هيقدر يوقفه الا شركته هو. وبنعرف ان النهارده عيد ميلاد تشارلي، ووقتها بيتصل جيك بطليقته وبيقول لها انه مش هيقدر يحضر النهارده عيد ميلاد ابنهم. فلما ام تشارلي بتقول له اللي حصل بيكون حزين وبيقول لها انه كان عارف ان ده هيحصل، فبتعرفه انها تقدر توديه هو لبيت والده علشان يعملوا هناك عيد ميلاد، وفعلا تشارلي بيوافق. وبتوصله امه لجيك ابوه اللي بيديه هدايا، بس بيكون تشارلي متضايق جدا منه. وبالليل بتيجي مكالمه لجيك فبيقول لتشارلي ان هو مضطر يسيبه لانها مكالمه شغل، فبيقول له تشارلي ان هو اناني وبيزعل منه، بس برضه جيك بيضطر يسيبه ويمشي. ووقتها تشارلي بيكلم صاحبه بيرجن وبيقول له يجي ليه البيت يستمتعوا مع بعض، وفعلا بعد شويه بيجي بيرجن مع مايا وليزي وبيعرفوا ان هو جابهم لانهم عايزين يذاكروا لامتحان بكره، فبيكون تشارلي متوتر لانه معجب بمايا، واثناء كلامه معاها بيضغط على حاجه بالغلط فبيتفتح باب سري في بيت ابوه، فبيدخلوا كل الاطفال الممر السري وبيدخلوا المصعد بينزلهم تحت الارض، وبيكون المكان مليان معدات متطوره ومن ضمنهم الكوره اللي خدها جيك من 10 سنين. ووقتها بيعرفوا ان هم في مقر الحارس ومش بيبقوا متاكدين هل جيك ابو تشارلي الحارس ولا المساعد بتاعه. ووقتها بنرجع لشون اللي بيكون مساعد لانسل وفي مكان خفي في شركته، وبيكون هدفهم معرفه مكان الحارس ولكنهم مش قادرين، فبيتضايق انسل جدا وبيطرد شون لانه فشل في معرفه مكان الحارس، وبيكون شون متضايق جدا. وبنرجع للاطفال اللي بيستكشفوا المكان وبيفضلوا يشوفوا اسلحه قويه جدا ومتطوره، فبيقرروا ياخدوا من الحارس معدات تقدر تفيدهم بكره بالغش في الامتحان. وفعلا تاني يوم بنشوف ان هم بيستخدموا اداه للتناول خاصه بالحارس، وبيقدروا كلهم من خلال الاداه ديت ان هم يغشوا الحل. وبعد كده بيروح تشارلي علشان يلعب بيسبول في المدرسه زي كل يوم، وبنشوف انه بيلبس ساعه الحارس اللي بتخليه اقوى جدا وبيقدر يغلب اللي بيتنمر عليه بكل سهوله. وبعد كده كل الاطفال بياخدوا عربية الحارس وبيلعبوا بيها بكل تهور، وده بيجذب انتباه شون وبيقدر يحدد اشارة الطاقة المتطورة القوية الخارجة من معدات الحارس. وبنرجع وقتها لتشارلي اللي سايق وبيطردوا الشرطة بسبب السرعة العالية، ولكنه بيكون محترف وبيقدر ان هو يهرب منهم، وبيرجعوا لبيت والده وبينزلوا مقر الحارس. ووقتها بيكون تشارلي عايز يعزم مايا على حفلة المدرسة بس مش قادر، فبيفضل يتكلم معاه وهو متوتر. وبنرجع وقتها بالليل لرجالة انسل اللي بيوصلوا لبيت جيك، وبيكونوا عايزين ياخدوا الكرة المتطورة واللي بنعرف انها اساس طاقة الحارس، وفعلا بيدخلوا المكان السري، ولكن الاطفال بياخدوا بالهم وبيكونوا خايفين جدا، فبيحاولوا يهربوا باي طريقة من البيت، ولكننا بنعرف ان شون قفل كل طرق الهروب. ووقتها بيشوف تشارلي الكرة المتطورة فبيقرر ياخدها معاه علشان محدش يسرقها. وبنرجع ساعتها لانسل اللي في بيت جيك وبيقدر يمسك فلين وبيسألهم مين معاهم في البيت، فبيعرفوا ان كل اللي معاهم اطفال بس. وقتها بيتكلم في ميكروفون وبيقول
بصوت عالي لباقي الاطفال ان هم لو ما خرجوش هيقتل الاطفال اللي مسكهم، وساعتها بيتسم الاطفال الهربانين لجزء عايز ينقذ الاطفال. اما تشارلي بيكون مش عايز، يسلم الكرة لانسل وبيقول لي اللي معاه معاهم معدات الحارس ويقدروا يواجهوا الاعداء. بس بيرجن صاحب تشارلي بيقرر يسلم نفسه فبيروح ليه، ولكن بالصدفه بيلاقي انسل في وشه فبالغلط بيشغل العصايه الخاصه بالحارس، وده بيؤدي ان الكرسي القريب منه يخبط في انسل اللي بيغمى عليه. فبيرجع بيرجن لتشارلي ومايا بانسل وبيقول لهم ان هو قبض عليه، فبيكتفوه بيسالوه هم عايزين ايه، فبيقول لهم انسل ان الكره المتطوره اللي لها الحارس مصدر قوي جدا للطاقه، وان الحارس ما قدرش ان هو يكتشف غير شويه من طاقتها، وانه عايزها علشان يشغل كل مصدر الطاقه ويساعد العالم. وقتها بنرجع لجيك اللي لابس بدله الحارس وبالصدفه بيشغل كاميرا بيته علشان يطمن على ابنه، فبيلاقي رجاله انسل في بيته ومسكين اصحاب ابنه، فبيقرر يرجع للبيت بسرعه علشان ينقذ ابنه. بس طاقه البدله بتكون قربت تخلص، وبنرجع لتشارلي واللي معاه اللي صدقوا كلام انسل وبيدوه كره الطاقه، ولكن وقتها بيؤمر رجالته يقبضوا على الاطفال. بس بيكتشف بالصدفه ان الكره مزيفه وان الاطفال ضحكوا عليه، ووقتها بيبداوا رجالته ان هم يطردوا الاطفال، بس هم بيكونوا اقوى لان معاهم معدات الحارس، وبتحصل مطارده ما بينهم وبيكونوا الاطفال عايزين يهربوا من البيت بمصدر طاقه الحارس. وفي اخر لحظه قبل خروج الاطفال بيقدر شون يخطف منهم الكوره وبيسلمها لانسل اللي بيؤمر بقتل الاطفال، بس شون بيعترض على كلامه، ووقتها الاطفال بيقدروا ان هم يحركوا الكوره ويدخلوها لطول انتقال اللي بيحول الكوره لمدرستهم، وبعد كده بيدمروه. وساعتها بيظهر جيك كانه عامل في الكهف، ولكنه بيقف قدام الاطفال وبيستخدم اخر طاقه في بدلته علشان يسمح للاطفال بالهروب. بس وقتها انسل بيلاقي بدله خارقه تانيه في المكان فبيلبسها وبيكون قوي جدا لان بدله جيك طاقتها خلصت. وقتها بيقول لبرجن اللي ما قدرش يهرب ان هو عايز الكره المتطوره والا هيقتله، فبيقول له برجن على مكان طوق الانتقال التاني واللي بيبقى في المدرسه، فبيسيب انسل جيك وبياخد برجن وبيروح معاه للمدرسه بتاعته، وبيخلي القنابل اللي حطوها رجالته في المكان تنفجر بعد دقايق. بس بيقدر جيك وباقي الاطفال اللي لسه موجودين في المقر ان هم يهربوا منه، وبيتحركوا للمدرسه. ولما بيوصلوا وبيدخل جيك المدرسه بكل تخفي وبيشوف برجن اللي قدر ان هو يسرق الكوره من رجاله انسل وبيهرب منهم. وقتها بيروح جيك لانسل وبيكون وش الوش قدامه بس بدلته مش مشحونه، وقبل ما انسل يقتله بيقدر تشارلي يدخل المدرسه بالعربيه وبيرموا الاطفال كوره الطاقه لجيك علشان يشحن بدلته. وفعلا وقتها بتحصل عركه ما بينه وما بين انسل، وقتها بيقدر تشارلي يرمي قنبله متطوره على انسل وبيخليه يختفي. وبعد ايام بنعرف ان جيك قرب من ابنه وخلاه المساعد بتاعه، اما انسل فبسبب القنبله المتطوره بقى محبوس في بعد مختلف.